السلام عليكم مرحبا بكم يعطيكم الصحة كي لبيت الدعوة. سات اوفراج بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. حبيت اليوم باش نقدم هذا الكتاب الأخراني اللي درناه في المكتبة الفلسفية الصوفية. عاودة نتكلم على محتوى الكتاب، لأن محتوى الكتاب راهو تقدروا تقراوه ونتكلمكم عليه فيما بعد، لا سيما في النقاش في الديبا. حبيت ندير يعني باش تكون فائدة أعم، ندير مدخل عام للتفسير الصوفي وللتأويل، للتأويل القرآني والتفسير الصوفي، ونقول لكم بعض يعني تأملاتي في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي القراءات حول الموضوع هذا. رايح نتكلم بالعربية ونتكلم بالفرنسية، وفي لو ديبا على حساب السؤال نجاوب باللغة اللي سقسيتوني عليها باش تجيني سهلة، لأنني ما في الحقيقة قعدت نتأمل أكثر من اللي قعدت نوجد ونحوس على لي ترادكسيون. قلت أنا جو في با بيرد مون طون ا فير دي سينتيست على لي ترادكسيون تاع فلان وفلتان ولا اكسيتيرا. دونك هاد المداخلة فيها يعني تلت في مقدمة نقولها لكم في الأول، وزوج أقسام وخاتمة اللي فيها الرد على بعض الأشياء اللي تداول بين يعني الناس اللي كتبوا حول الموضوع وفي هنايا وفي الخارج قديما وحديثا. وانا مانيش داكور كيما نقول، مانيش موافق على كثير من الاشياء، ونلوم على يعني القدماء والمحدثين لانهم دائما يطيحوا في ليكورال ديكول، تولي ليكول، ليكول المدرسه الفقهيه ولا المدرسه يعني الكلاميه ولا الدينيه هي اولى من القران بالذات يعني، والموضوع هو القران، تفسير روحاني للقران، تفسير لدني للقران. وحنشوفوا من بعد في الديبا ممكن ندير لكم هذا الشيء. نشوف المسلمون يعني يهتموا بالقران الكريم، العلوم تاع القران الكريم، الرسم تاع القران، كومون يكريغ لو كوران، سا كاليغرافي، لي ريغل دو سون اكريتور، هذا ما يسمى الرسم القرآني. الرسم القرآني فيها ما محتاجوك الإشارات إلى آخره، وهذا علم تطور ويدرس العلماء اللي قرأوا الشريعة واللي قرأوا الدين. يعني على بين قوسين سيدي عبد الرحمن تعالي بي عنده كتاب في هذا الأمر، هذا كان طبع قديما في مطبعة تعاليبية. والرسم القرآني كيفاش نقراو القرآن، ترتيل القرآن، العلوم تاع ترتيل القرآن داخلة فيها اللسانيات، لانغويستيك، داخلة فيها مخارج الحروف، حتى اللي يكون يخدم يعني أختوفونيست ممكن يعني يتعلم واش قالوا علماء القرآن حول يعني مخارج الحروف اكسيتيرا. وكذلك يعني استنبطوا من القرآن الأحكام الشرعية، دونك خرج الشريعة، استنبطوا الأحكام الأخلاقية، دونك في علم الأخلاق إلى آخره. وطبعا يعني كتبوا تفاسير من الرأي الأول، بعض الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم، وفي التابعين تابعين تابعين، في العهد التدوين، عهد التدوين صارت في العهد العباسي. طبعا تأثير تاع السياسة والنظام الشمولي إلى آخره أثر في التدوين في القرآن، وأثر في التفسير، وأثر في الحديث، وأثر في الفقه، وأثر في كثير من الأشياء. لكن الشريعة ما ضاعتش، والحقيقة ما ضاعتش، والقرآن بقى باقي هو يعني. والتفاسير هي أنواع، كاين تفاسير ما يسمى بالتفسير بالمأثور، ليزيكزيجيز تراديسيونيست، معناتها يرجعوا لا تراديسيون دي بروفيت، يعني بتفسر القرآن بالرجوع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن بالذات يقول يعني نزلوا عليك القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين يعني الوظيفة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبين، علاوة على أن القرآن خرج من الرسول، صح هو وحي، لكن القرآن كما نقرأه هو خرج من الرسول، فهمت؟ يعني جاء عند ربي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم
جاء بدون حرف بدون لغة بدون بتكونوا عارفين هذا يعني فهمت. هو رسول اللي هو كونفرتير رجعوا اللغة ورجعوا من بعد يكتب هذا لأن كلام الله هذا صارت كورال فيما بعد مع لي راسيوناليست إلينيست اللي هما المعتزلة ماشي راسيوناليست بس بوان لا لين راسيوناليست إلينيست كما صار لنا درك بين قوسين مع لي مودرنيست اللي يهضروا على دي تحليلات على القرآن على الشريعة إلى آخره اللي هما مثلا شحرور واسمه أركون الله يرحمهم بين زوج وغيرهم يعني هذا هو يا la même influence structurellement يعني في l'âge classique qui m'a donc une influence extérieure puis extérieure على العرب ولا على ماشي بهذا المفهوم الوطني والعنصري ولا ethnique ولا هذا لا extérieure من الوحي اللي جات دخلت روحها ودرك راهي نفس الامتداد نتاع تلك العقليه اليونانيه اللي هي العلوم الحديثه يعني العلوم الانسانيه راهي كاينه محاولات لي يعني اعطاء الراي حول القران بصفه اساسيه وغيره دونك اذا كاين التفسير بالمعطور تفسير يعني تصيف هذوك التفاسير تجدون يعني روايات كثيره ويمتاز يعني بهذا معروف ابن كثير اللي هو من تلاميذ ابن تيمية تيار سلفي لكن يوجد يعني أحد كبار علماء الأمة اللي هو السيوطي والتفسير تاعه أضخم من تفسير يعني ابن كثير هو تفسير بالمعطور يعني والسيوطي كان يعني أمير المؤمنين في الحديث في عصره وكان شيخ الشافعية في هذه يعني من حيث العلم لا يساوي ابن كثير كثير يعني في المرتبة يعني أقل ولكن هادو هما زوج تفاسير اللي معروفين الكثير كثير نحاول التفسير بالمعطور دونك سي اون اكزيجيز تراديسيونيست يعني النوع الثاني من التفسير هو التفسير الفقهي اللي يركز على الجوانب القانونية الجوانب الفقهية ليغال كانونيك نتاع القرآن والمثال الأكبر هو تفسير القرطبي الأندلسي المالكي ويتوجد يعني تفاسير فقهية تفسر فقط آيات الأحكام على حساب المذاهب مثلا عندنا الجصاص الحنفي عنده كتاب شرع يعني تفسير آيات الأحكام وهو حنفي ويستنبط منها على الطريقة نتاع أصول الفقه نتاع الطريقة نتاع المذهب الحنفي عندنا الكايال الهراسي الشافعي كذلك عنده تفسير آيات الأحكام كذلك على المذهب وعلى لي فوندمون دو لا شريعة سولون المذهب الشافعي عندنا ابن العربي المعافري دفين فاس واش هو ابن العربي الحاتمي الطائي عنده كذلك تفسير أحكام القرآن وتفسير فقهي مالكي يعني وكاين كثير يعني هادو بزاف معروفين وكذا تفسير القرطبي وتفسير شامل بصح يعني مركز ومختص في التفسير الفقهي والاستنباط نتاع الاحكام الشرعيه من كتاب الله ثم هناك يعني تفاسير التفسير بالراي ما يسمى بالتفسير بالراي هو ماهوش الراي هكذا جاتو في مخو ضربو كما يتصوروا الآن السلفية التي تدعي سلفية يعني مو مش سلفيين لأن السلفية القديمة كانت يعني غير هؤلاء يعني الوهابيين يقولوا تفسير بالرأي كأنه يفهموا الناس يغلطوا الناس كما يغلطون في بزاف من الأشياء بلي هذا المفسرون بالرأي هما يعني جاتوا في راسه حاجة يقولها نو تفسير بالرأي هما مفسرين هم مفسرون يعني يفسرون حسب اعتقادهم في الأصول يعني في أصول العقائد مثلا الفخر الرازي هو من كبار الأشاعرة وجاب التجديد في قرن 7 و8 الهجريين في العقائد الأشعرية لأنه هو يعني كيش يقولوا كان محتك بالفلسفة لا سيما الفلسفة السينوية ومحتك بال يعني مدارس أخرى في الآخر واستفاد من في بعض النقاط منها ويخالف مثلا بعض أئمة
المدرسة الأشعرية في العقائد. تفسير النسفي، تفسير البيضاوي، هذو كلهم تفسير يقولوا لهم تفسير بالرأي، لكن هما يركزوا على الجانب النظري تاع الإسلام، ستادير لو كوتي تيولوجيك. سي دي زيكزيجيز تيولوجيك كي سون بلوس فيرسي سور لا تيولوجي كو سور لو دووا ولا لي زوتر اسبي، ميم سي يعني فيهم هاد لي شوز، لكن اساسا هما تفاسير يعني بالرأي. وكاين كانت تفاسير اللغويه اللي تركز على الجانب اللغوي. من اكبر مثال هو مثال تاع الزمخشري، تفسير الزمخشري. الزمخشري من ائمه المعتزله، تعرفوا المعتزله يعني كانوا علماء كغيرهم يعني، وكانوا شادين في الشريعه باش نقول لكم مثلا يصوروا لكم للمعتزله كانوا غير متشرعين، بالعكس هما عند المعتزله الصغيره ما كانش صغيره وكبيره، كل ذنب يعتبر ذنب، ما كانش كبير ولا صغير، الذنب حاجه كبيره يعني، فهمتي يعني. و هما كانوا شديدين في الجانب الديني يعني، لكن متحررين عقليا تقريبا بين قوسين يعني. الزمخشري وفي العصر الحديث تفسير عظيم من الناحية اللغوية هو تفسير سيدي محمد بن عاشور شيخ الزيتونة، يعني التحرير والتنوير، هذا شيخ الزيتونة اللي قرأ كثير من علماءنا، احنا قرأ شيخنا يعني تاعنا تاع الطريقة يعني، قرأ كثير من العلماء، شيخ طاهر بن عاشور، محمد طاهر بن عاشور، كتابه التفسير والتنوير آية في اللغة يعني، آية يعني. كان سيتي ان تري غران غراميريان لانجليز اكسيتيرا في اللغة العربية، وجد شيق للقراءة وعلمي ومعمر يعني ممنهج إلى آخره. طبعا الزمخشري هو كذلك معتزلي، إذا في كي تقراوا تفسير الزمخشري تشوفوا الآراء تاع المعتزلة في علم الكلام، من جانب هو يعني تفاسير بالرأي، لكن المعتزلة عندهم تفاسير أخرى للأسف يعني ماهيش منتشرة، طبعت قديما في مصر وما عاودوش، لأن اللي مسيطر على النشر هما التيار السلفي المحدود إلى آخره. لكن هناك تفاسير جد تري انتريسون justement كي تكلم على بعض الآيات اللي في القرآن الكريم اللي فيها يعني قوة نظرية، مثل كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، هذه بعض تفاسير معتزلة يعني جابوا فيها تفاسير جيدة يعني. مثلا في مسألة النسخ، نسخ القرآن، ما ننسخ من آية ننسيها، هذه بعض المعتزلة جابوا فيها آراء يعني عجيبة. لكن الزمخشري معروف عند العلماء ككل، ما كاش عالم في الإسلام أي مذهب من مذاهب الإسلام يستغني عن الزمخشري، فهمتوا يعني، مهما كان يرتعوا سني شيعي إباضي ظاهري كلهم يعني عالى على الزمخشري من ناحية اللغة، لأنه هو كان من أئمة اللغة صح. ثم يجي التفسير، هذا التفسير الصوفي بصفة عامة، التفسير الصوفي وهو الموضوع نتاع المدخل تاعنا هذا صح. الآن بالنسبة للتفسير الصوفي هناك إشكالات، كاين يا دي بروبليماتيك، مثلا يقول هو التفسير الصوفي، يقول التفسير الإشاري، ويقول التفسير الباطني. التفسير الإشاري الباطني التفسير الصوفي، هذو هما. وعندما يعرضون هذا النوع تاع التفاسير كثير من الناس يعني من كتب في الموضوع مقالات علمية أو كتب إلى آخره، كأنه هذا النوع تاع التفسير جاء يعني كبدعة يعني كحاجة خارجية، وجات تلوي رقبة تاع القرآن بالدرع يعني، تلويه بالفرصة يعني فرصة يعني، وتقول له حاجات ما قالهمش القرآن، وكأنها التفسير غريب عن القرآن، لم ينبع من القرآن. والغريب في هذا الكلام يعني لا سيما عند السلفية الوهابية أن القرآن كتاب روحاني أولا وقبل كل شيء، سي لو كوران إتان ليفر دو سبيريتواليتي إي سبيريتوال، سي كلام الله يعني عند من يعتقدونه يعني. دونك إذن هو أساسا يعني الهدف من القرآن هو
هو الجانب الروحاني، جانب معرفة الإنسان لنفسه ومعرفته لربه. وتجي الشرائع باش دعم هذا الشيء، ماشي هي الهدف، الهدف هو التربية الروحية. فكيف يعني نعتبر هذه التفاسير يعني كأنها غريبة ونقول هذه باطنية؟ يعني كلمة باطنية هذه شنيعة يعني، وإشاري معناتها راه يخلط ويجلط، ويعني يعني يحمل الكلام اللي هو كلام الله ما لا يحتمله إلى آخره. هناك من هذا الأمر، هناك يعني في بعض الأحيان كاين من هذه الحاجات، كما كاين في التفسير الفقهي، كما دي فوا كونت اون إكري ان ليفر on peut dériver quelque part, surtout à les anciens كانوا يعني encyclopédistes, كانوا موسوعيين، فيكتبوا في حاجات كثير إلى آخره. ما عندهمش الوقت لأنهم يقريوا ويكتبوا وتعرفوا الوسائل تاع زمان إلى آخره. وكذلك كان لازم تكون مع الخط، تمشي مع الخط في كل زمان على حساب الوضع، يعني تمشي مع الخط. إذن حتى الهامش تاع حرية الرأي كان لها حدود، مش معدومة طبعا، لكن كان لها حدود، وهذا كله أثر على الجانب النقدي إلى آخره. لذلك أنا قلت اليوم نحكي لكم على القرآن كيفاش يهضر على التأويل. القرآن لويما يعني بنفسي هو يتكلم على التأويل، ويعني مقسمت هذا المدخل إلى قسمين، قسم نظري وقسم تطبيقي. نحكي ربع مسائل نظرية، ربع مسائل يعني تطبيقية، باش تشوفوا بلي القرآن هو بنفسه يحكي على التأويل، بلي لزوم التأويل حاجة الأولية بالعكس. إذن هو التفسير الروحاني والتفسير الفيضي كما يسميه، يعني الفيض معناتها الفيض يعني كي واحد يجيه ان سيونس انفوز، ان سيونس ديريكت دون سون كور، يعني يفيض عليه علم. هذاك العلم ينا با دو سورس من التعليم تاع الناس، هذا من التعليم تاع استاذ ولا حاجه، يجي علم هكذاك من ذاته، يفيض منه يعني، ما يجيش من الاكستيرير، يخرج منه سون كالكو سورت لا كونسيبسيون بلاتونيك دو لا سيونس، يعني دو لا كونيسونس. صح، المسائل اللي حبيت نتكلم عليها، الربعه اللي نتكلم عليها في الجانب النظري الكوتي تيوريك دو لا شوز، اللي هي مصطلح الباطن والظاهر في القرآن، وثانيا المصحف، هذا في الرواية بين هذا المصحف، الكتاب المكنون واللوح المحفوظ، هذا في الكتاب الهادي الثاني. ثالثا التأويل كمجال مخصوص، يعني ميدان مخصوص لبعض الفئات معينة. ورابعا ظاهر القرآن، ظاهر حروف القرآن متناهي وباطن حروف القرآن غير متناهي، هذا أنا نحرم على الحروف تاع القرآن، هذا الجانب النظري. دونك بالنسبة للظاهر والباطن، مادام حنا نشنع يعني رانا كونت اون بارل دو باطينية، تفسير الباطني تسمى يا لابارون يا لو كاشي، ها اون ديك القرآن راهو يعني له ان بارتي ابارونت اون بارتي caché. Les gens qui parlent, les gens qui parlent du sens caché du Coran, c'est les ésotéristes, c'est les gnostiques, etc. Hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'un gnostique et gnostique? Gnostique dans le majel européen, matel occidental, où l'SS d'art. L'SS, c'est la Bible ou la Torah, d'art, يعني ماشي موجودة، موجود روايات عن الحواريين عن ضاعت هذه، ولا شين دو ترانسميسيون ضاعت. هذا واش حبوا يديروا لنا الوهابية، ولي ديريجاو الوهابية، لي كريو سو كي اون كري الوهابية، من خلق الوهابية يريدون ان يفعلوا ذلك بالدين الاسلامي. لان احنا مثلا في بلادنا القران الي ترانسمي بار شين دو ترانسميسيون، القرآن بروايات، بينك رواية 7 ورواية 10 يلقن للطفل، أولا بالرواية المتداولة في النطق نتاعنا اللي هي رواية ورش، ومن بعد يقرأ كل الروايات اللي هي موجودة على القرآن.
كاش نهار جينا لوكازيون واش معناتها هذه الروايات، واش معناتها هذه الروايات من الناحيه اللغويه، من الناحيه الفقهيه، من الناحيه التفسير الى اخره. لكن دونك يعني ليزوتيريزم ولا الجنوستيسيزم ما يلزمش حنايا كيما نقراو يعني واش يقولوا على ليغنوستيك لي بسيدو غنوستيك اوروبيان نطبقوها اون بلاكسا على روحنا. حنا الوضع مختلف، القياس مع فارق، يعني اون في با دانالوجي كونت يليا اون ديفيرونس، اون في لانالوجي انتر دو شوز كي سون سيميلير. بيسك يا لا ديفيرونس بلي هما لا باز تاع لوغ تيكست لا باز دو لوغ شين دو ترانسميسيون ا ايتي بريزي de force et etc. Hein? Justinien et l'autre. Fahna, man kudrush nqisuhum alina. Ki nhkiu ala l'agnostik ta'ana. L'agnostik عنده أساس. كتاب الله كامل l'agnostik يرجعو لكتاب الله. وماشي مختلف. كله هو نفسه هذا الذي بين دفتي المصحف. عند كامل المسلمين. فهمتي؟ من الخوارج إلى من شعف الظاهرية وانبصان بالسنة الشيعة وبكافة يعني فروعهم الكلامية كلهم المصحف هو واحد. دونك ماشي كيما نصارى ديجا الروايات نتاع لا بيبل نتاع الاخر مختلفة ولا شان ما كانش، وهذو كلهم يرويو بلي شان إلا الوهابية اللي ما عندهمش لا شان. يجيو هنا مؤخرا راحوا لزاوية الهامل باش تعطيونا السند، تعطيونا الإجازة في الرواية تاعكم، ما نمدولكمش، أنتو نهار كامل تقولوا علينا احنا مشركين، وعلاش تاخذوا علينا الروايات؟ حتى رواية علم الحديث مروية عند صحاب الزوي وصحاب صحاب يعني علم الحديث والسنة، يعني ماخوذة احنا في بلادنا وفي كافة بلاد المسلمين عند صحاب الزوي، البخاري بالسند، مسلم بالسند، يعني حتى تاريخ دمشق بالسند إلى آخره إلى آخره، حتى الكتب اللي ما يعرفوهاش عامة الناس. دونك كلمة الظاهر والباطن في كتاب الله كلمة مهمة جدا، وهذه في سورة الحديد يقول ربي سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقال يعني في أحد الرواية أن اسم الله الأعظم يستنبط من الآيات الست الأولى من سورة الحديد، من بين ما يستنبط منه كما من بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره، لكن هذا ليس استنباط عقلاني ولا فقهي، لكن حاجة باطنية. هو الأول، مادام الله سبحانه وتعالى هو الأول هو الظاهر والباطن، ومادام كتاب الله هو كلام الله، صارت هذيك الفتنة نتاع المعتزلة. المعتزلة ايزون ايتي مانيبولي بار المأمون العباسي، ان دي بلو غران باغيا في ليستوار سي لو بيتي فيس دو هارون الرشيد، كي تي سانغينير، كي اتوي اهل البيت يعني تاع الامام الرضا، علي بن موسى الرضا هو اللي قتلو، كما باباه قتل باباهم وإلى آخره، كما اللي عندي عندهم عادة في قتل أئمة أهل البيت، يعني القلب تاع الأمة هم الذرية تاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما الأئمة منهم، وهما كانوا الأتقياء تاع الأمة، وهما كانوا العلماء تاع الأمة، وهما كانوا النبراس، وما زالوا هما النبراس تاع الأمة. وهذا هذا المأمون العباسي كي دار دار الحكمة دارها بغرض صد نتاع يعني كيش يقولوا التأثير نتاع أئمة أهل البيت على الناس، فجاب دار بيت الحكمة وجمع كل الفرق، جمع يعني الصابئة والنصارى بفرقهم واليهود وإلى آخره، باش يصدوا النور تاع أهل البيت، يعني دونك يصدوا العلم اللي جاء من القرآن الكريم، يصدوا الحاجة اللي كي يسمها رسول الله قرينة القرآن اللي هما أهل البيت العترة، يعني وهما الأساس ويبقى هما الأساس حتى تقوم يوم القيامة، فهمتوا؟ يعني هو جابش يصدهم، جابش يصدهم، ومن بين الأعمال تاعو باش يصدهم أنه دفع المعتزلة باش يعني يفرضوا الكلام اللي يقولوا باللي القرآن مخلوق، اسمه القرآن إلي كريي إلي با إن كريي، فهمتني؟ وهذا طبعا أهل البيت صدوا عليه وكانوا تكلموا عليه، لا سيما بابات سيدنا الرضا اللي هو سيدنا موسى الكاظم اللي تجوز 25 سنة في الحبس هذاك تحت الأرض هذاك مدور، عند باباه هارون، عند باباه الهادي، وعند جدو هارون الرشيد اللي قتل مولاي إدريس، اللي بعت لاساسان بعت باش يقتل مولاي إدريس، سي تو سين سيكت داساسان هذوما لي لومبير اباسيد هذوما. واش يقتلوا؟ يقتلوا الهدى،
اللي كانوا يمثلوا هما يخافوا منهم، يخافوا منهم قالنهم يهددوا الملك نتاعهم، هما قالوا احنا ما عندناش دخل في الملك نتاعكم، كلوها الدنيا وبسلطوها وبلعوها كما تحبوا، لكن هما كانوا مهلوسين بذلك. وكي خلقوا هذه الفتنه هذه تاع واسمه خلق القران، ما عندها القران هو كلام الله، فهمت واش قال سيدنا موسى الكاظم؟ قاش ما ننسبوش الى احمد بن حنبل، وكانت علومهم هؤلاء كلها كانت عالى على اهل البيت، يعني ما همش هنا يعني لا يقارنون، وهم يقولوها. فقال القران كلام الله، ما نزيدو ما نقصو، ما نقولوش مخلوق ولا مخلوق، وما دام كلام الله واش يقولوا علماء العقيده في العقيده الحقيقيه؟ يقولوا كلام الله ليس بمسموع وليس بمشهود، ماهوش مكتوب بحرف وليس بصوت، سوني با ان صون باسكو لو صون سي فيزيك، وليس بحرف لان الحرف، لان الحرف مشهود. وما دام كلام الله هو كلام الله، فالله سبحانه وتعالى هو الصمد، اذا ما نقدروش نحددوه بقانون فيزيائي اللي هو قانون الصوت والاصوات، ولا بقانون فيزيائي اللي هو حاجه اللي مرئيه لها حد، كما الحرف يبدا من ها تكتبي حرف الراء، عنده قواعد هندسيه باش تكتبيه يعني حرف الراء. اذا هذا الظاهر والباطن في كلا، هو الله سبحانه وتعالى الظاهر والباطن، وكلام الله كذلك له ظاهر وباطن كما تشهد الروايات. دونك الروايات اللي هي صحيحه وروايات اللي هي معتمده من عند العلماء، اللي هي الروايات التي كي نقابلها بالقران تصيب 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 ما يقابلها في القران، تصيب الاصل تاعها في القران. هذه هي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لنا هم يكذبوا عليا الى اخره. فاذا عرضت عليكم روايه عرضوها على القران، ها عرضوها على القران، اللي يوافق القران خذوا به، اللي ما يوافقش القران اتركوه وخليوه. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان للقران ظهرا وبطنا ولبطنه بطنا الى سبعه ابطن، وقال ما من ايه الا ولها ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع. نعود اليوم بعد لها في الجانب النظري يعني. اذن هذو ما يقولوا هذا التفسير باطني والتشنيع على التفسير الباطني، والتفسير اللي يروح يعني الى انتغوج البطن تاع القران كما اشار القران. ولا يعلم هاد النقاط الاربعه كل وحده تفسر الاخرى وتكمل الاخرى. هذا المساله الثانيه، المصحف هو ما وجد بين الصفحه يعني الدفتين، هو المصحف الكتاب المكنون واللوح المحفوظ. كيفاش يتكلم ربي على هاد النقطه هذه؟ يقول في سوره الواقعه انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. ويقول في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، في لوح محفوظ. الفوق قلنا في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وهنا في لوح محفوظ. فهذا اللوح المحفوظ ماشي هو القرآن الذي نراه كأنه هو الأصل، فهمت؟ وهذا لا يطلع عليه إلا الكامل، إلا الإنسان الذي وصل كما نقولوا شتيكي واحد يرجلي حاجة مع حاجة، حتى هذيك يرجلي هذوك اللي كي تكونوا كما هذوك تاع الساعة، هذوك الشطيبات تاع الساعة، ويرجلي رجلي رجلي حتى يولي هكذا هو وربي، هو وكلام ربي، هو وسيرة رسول الله، كيف كيف هكذا يطيحوا طك. فيولي هذا الإنسان يعني يصلح نفسه يصلح نفسه يصلح نفسه، حتى كيفاش يقول يعني الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون سمعه الذي يسمع به، وعينه التي يبصر بها، ويده التي تبصر، ورجله التي يسعى بها الى اخره، يقول لشيء كن فيكون. فهمت؟ هذا عبدي اطعني، اقول لي تقل لشيء كن فيكون. يعني هذا يولي هو حتى يولي اون اديكواسيون مع ربي في كل افعاله وسكونه يعني. وهذا يجي بالسير، يجي بالسير والسلوك والتربيه المحمديه وبالسند، ماشي بدون سند. خاطش كاين بعض الفرق، كاين بعض الفرق لا سيما وحده في القرن العشرين في المجال الشيعي يعني،
في المجال الشيعي الأرثوذكس يعني الاثنى عشري الجعفري، خرجت فرقة تقول ما نسحقش السند، ما نسحقش الشيخ، الأستاذ يعني المربي، دونك ناخذ ديريكتومون من القرآن ومن سنة النبي ومن الهدى تاع أئمة أهل البيت ديريكتومون وما نسحقش. فهذا خرجوا يعني ضلالات كثيرة، يعني لأنهم هما ما قبلوش السند، والسند هو إلى رسول الله، يعني من الشيخ هذاك اللي يكون في حياتهم يكون وصل الكامل، من شيخ كامل قبله إلى آخره حتى توصل لرسول الله يعني بدون انقطاع، لأن الأمة ريحية ما صارتش يعني تحبس الوقت، يعني كش واحد حبسه ومن بعد صارت طفرة في الوقت، يعني الأمة حية، وكل يعني شيء اللي جاء بدون هذا السند وبدون هذا السند إلا ويخرج منه ضلالات إلى آخره. إذن هذا الكتاب المكنون ليس هو كتاب الله الذي هو نعرفه المصحف، هذا فهمت الكتاب المكنون، ومكنون يعني مكنون مخفي لا يمسه إلا المطهرون، هذا اللي بلغ الطهارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا في الأزل يعني من الأول، يعني ماشي كي خلقوا زادوا من كرشي ما هم، هما أصلا الطهارة هذه الأصلية هذه. لكن سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، لأن سلمان وصل بالسلوك إلى الله إلى آخره، وصل لدرجة الطهارة، فكل واحد يصل إلى الكمال يصبح من المطهرين ويصبح منا أهل البيت. هذا سيدنا رسول الله قال على سلمان، سيدنا جعفر الصادق في القرن الوقت هذا قال على واحد اسمه عمر بن زيد، قال هذا عمر بن زيد منا أهل البيت، لأنه كان من تلاميذ نتاعه ووصل إلى الطهارة، فإن يعني كاين واحد المعنى تاع أهل البيت، المسلمون كلهم أهل البيت، هذا معنى العام. ولماذا اللي يكونوا؟ لأن إحنا يسمونا المحمديين لماو ميتون، ماشي اسم ماشي مليح، هذا اسم تاع الصح، سمانا يعني سيدنا إبراهيم المسلمين، هو الذي سماكم المسلمين، لأن من الباز تاع السلوك إلى الله هو الاستسلام لأحكام الله ولإرادة الله، ما تصيبنا مصيبة وما نقبلوش، يعني خيرنا ربي حاجة في حياتنا وما ناش قابلينها إلى آخره، فهو الذي سماكم المسلمين من قبل. إذن هذا المصحف الغير مرئي شكون يقدر يدلنا عليه؟ شكون يقدر يرجع لهذا؟ هذا هو الذي يسمى كذلك باطن القرآن، يعني كأنه لا كيش يقولوا لا فيرسيون اوريجينيل، مي elle est pas écrite ni elle est dans un livre physique. هذا الكتاب المكنون يعني واللوح المحفوظ ماهوش حاجه فيزيك، فهمت يعني ماهيش حاجه فيزيك، راهو في الاصل تاعو اللي بدون حرف، الاصل هذاك اللي هو مطلق، دونك ماشي بالعقول هذه اللي تاناليزي لي شوز ابارونت اللي نشوفوها، دونك هذا راهو مذكور في القران. مرة ثانية كيفاش نشنعوا على هاد الأشياء ألوغ هذا راه مذكور في كتاب الله. المسألة الثالثة النظرية التي يعني تتكلم على التأويل، بكلمة التأويل هي التأويل كما جاء المخصوص، لا سيما هذه الآية المعروفة في سورة آل عمران، يعني السورة الثانية في كتاب الله بعد البقرة، يعني الثالثة بعد الفاتحة البقرة آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يعني القرآن يقدر يكون سورس نتاع يعني مصدر تاع الضلال. لماذا؟ لأن اللي يحب الفتنة هو أصلا يحب الفتنة، يروح ليحب أول هذيك المتشابهات، يروح ديريكتومون هذيك المتشابهات، والمتشابهات يجب أن ترد إلى المحكمات، خاش كان أصول اللي تبينها من بين ما تبينها، هذه الآية هذه تبين أصول كيفاش ترجع المتشابهات، ترجع المتشابهات بإرجاعها إلى المحكمات، هي تسمى الآيات اللي فيهم احتمالات نتاع التفسير ترجعها إلى الآيات تسمى الآيات الأساس اللي في المسألة اللي هي محكمة بينة وواضحة باش تفسرها، هذيك ماشي تفسرها معزولة عن النطاق نتاعها اللي هو القرآن ككل. وما يعلم تأويل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني كاين ناس يتعرضوا للتأويل تاع القرآن وهما
ما عندهمش التأهيل لأنهم ما عند يحبوا الفتنة، يحبوا الفتنة. وما يعلم تأويله، هنا الشاهد يعني سي لا لو لا سيتاسيون كو جو لي يعني مترا تري تحتها، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. دونك هذه الآية اللي تتكلم على التأويل، والتأويل خاص بالله سبحانه وتعالى وخاص بالراسخين في العلم. الراسخون في العلم هم من المسلمين ومن العباد من وصل إلى درجة معينة من العلم. ما هو هذا العلم؟ سوف يجي في نقطة أخرى. النقطة الرابعة النظرية هي ظاهر حروف القرآن. هذا في علوم القرآن تحكموا الكتب اللي كتبوها في علوم القرآن، كان أمهات كبار وكان كذا، يقول لك القرآن فيه كذا حرف محصيين هكذا طون دو ان شيفر جي با شيرشي جي با لو طون شيرشي سي با لا بين، يعني من القرآن تحكم من الحرف الأول الحمد بسم الله بالباء بسم الله حتى حتى تاع السين تاع الناسي. هذه كاين عدد معين من الحروف. دونك القرآن ظاهر حروفه محدود، وباطن حروف القرآن غير متناهي إلى انفيني. ها اي جون فيان ربي واش يقول في سورة الكهف؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا. لو كان نزيدو نجيبو هذاك البحر يولي مداد يعني مثله ما ينفدش. ويقول في سورة لقمان ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، كان واش كان في الأرض كامل من شجر تولي أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني السبعة في اللغة العربية تفيد الكثرة ولا تناهي، يعني ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وفي سورة فصيلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني كاين هاد الحروف تاع القرآن باطنها غير متناهي، وهنا القرآن واضح يعني يتكلم على باطنها غير متناهي. وكيف يتأتى لنا ذلك؟ سنريهم آياتنا في الآفاق، معناتها في الكون، وفي أنفسهم، وفي أنفسهم يعني الآيات الكونية الآفاقية والآيات النفسية. وأحد كبار علماء يعني المدرسة الأكبرية اللي هو حيدر الآمولي، اللي عنده تفسير ضخم وقوي نظريا، يعني عندي صابوا منه غير 7 أجزاء، وهذه 7 أجزاء كلها مقدمات نظرية باش تشوفوا يعني الرجل قوي جدا يعني من ناحية النظرية. يتكلم على تطابق القرآن الوفاقي اللي هو لا ناتور يعني مع القرآن هذا المنطوق، وهم متطابقين القرآن تاع الآفاق والقرآن اللي منطوق كل متطابق. ما كانش يعني هل ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ ما كانش تفاوت، خلق الرحمن كله منسجم ويدل على أنه خالقه. ما لو كان ما كانش هذا الاختلاف الكثير في الخلق، ما نقدروش نكونوا متأكدين بلي كان واحد خالق وخاش كلش كيف كيف. مثلا الإنسان كامل دي كلون سي لا ميم شوز، يعني لا جينيتيك تاعهم كود جينيتيك كيف كيف الى اخره. ما تصبصح كثرت الاختلاف اللي في الخلق، وفي نفس الوقت منسجم كلش منسجم وكلش مرتبط كلش هكذا، يدل على انه امبوسيبل ما يكونش خالق واحد. يعني لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. دونك هذا الجانب الرابع من جوانب النظرية اللي تفيد بان التفسير الصوفي او التفسير الباطني او ما يسمى في التفسير الاشاري، لكن سوف ادقق لكم ذلك فيما بعد، هو اصل يعني قراني، يعني كان القران يشير اليه، شوفوا هاي فسروني بالباطن، فسروني ولا سمعوا من الناس اللي عندهم القدره
باش يروحوا للوح المحفوظ وباش يكون عندهم يتجلى لهم باطن القرآن وهذه الأسرار كلها. هذا الجانب الدوزيام بارتي، التأويل مجالاته التطبيقية الجلية في النص القرآني. سي لا بارتي يعني سي دي زيكزامبل تري تري كلير في القرآن تاع التأويل، سيتادير لغمونيتيك سيمبوليك كوم سيغتان لون تخادويت. صح. الحاجة الأولى هي كلمة الملكوت. يقول ربي في القرآن في سورة الأعراف: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يعني ملكوت السماوات، ملكوت الأرض، وملكوت ما خلق الله من شيء. يعني كل حاجة مخلوقة عندها ملكوت. هذه في سورة الأعراف. في سورة الأنعام: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. باش يوصل إلى درجة اليقين، مرحلة يعني روحانية، يعني يشوف ملكوت السماوات والأرض. هذا سيدنا إبراهيم عليه السلام. في سورة ياسين في الأخر يقول إنما أمر لا في سورة سورة ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء. كل حاجة عنده ملكوت. كل واحد فينا عنده الملكوت نتاعه. الشجرة عندها ملكوت نتاعها، القمر عنده ملكوت نتاعها، الماء عنده ملكوت نتاعه، القرآن عنده ملكوت نتاعه. نور ملكوت القرآن. فهمت؟ وقال في هذا السياق: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. الرب يحلف بما تبصرون وبما لا تبصرون. إذن علاش لماذا الغرابة من التفسير الروحاني ولا التفسير الباطني ولا التفسير؟ كيف نشنع شيئا وهو القرآن يدل عليه بهذه الدلالات كلها؟ يعني هذا بماذا نفسر الملكوت؟ كي نجيو نروحوا القرآن ويحكي على الملكوت، كيفاش تفسروا لي هذه فقهيا عقائديا بعلم الكلام؟ علم الكلام عندهم مفتاحنا، علم الكلام هو محدود. علم الكلام يعني نفسر ربي بالعقل تاع الانسان، هذا هو علم الكلام. ربي يعرف بربي، يعرف بربي، تعرف ربي بربي. دونك اوصل لربي تعرف ربي، ربي يعرفك. بيان سور كان كتاب الله، بصح واش شحال من الناس ضلوا بكتاب الله؟ هو يقرا كتاب الله بصح راهو يضل به، لانه يبتغي الفتنه تاع ويبتغيش حاجة. يعني راهو يحب الجدل ويحب يدي ماركي روحه ويخلق حاجة جديدة إلى آخره. المسألة الثانية اللي مذكورة في القرآن الكريم يعني كمثال للتأويل هو البرزخ. البرزخ، القرآن كلمة البرزخ يذكرها في عدة مواضيع، حتى في المواضيع الفيزيائية: بينهما برزخ لا يبغيان، هذا على البحر يعني. وهذه يعني كانت مجال لتفاسير إشارية يعني من بعد نقولها، لكن ليس هذا الموطن اللي حبيت نقوله. عالم البرزخ هو العالم الذي هو في الدنيا ويكون هو واسطة بين الحياة الدنيا لحياة الملك والحياة الآخرة، ويعني العالم الآخرة. ويقول ربي في القرآن الكريم في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. المستقر نفس، خلقكم من نفس واحدة، فمستقر يعني في النفس في الجسد، كيت النفس يا أخي تنفخ فيه. فمستقر ومستودع، مستودع في الآخرة، إما في الجنة وإما في غير الجنة. ويقول في سورة الطارق: إن كل نفس لما عليها حافظ. هذه وين يكون عليها حافظ؟ في البرزخ. وهذا الحافظ اللي هو يحفظك في حياتك الدنيا في عالم الملك هو برزخي، لكن تشوفوه ما نشوفوهش، شكون يقدر يشوفوه غير اللي يكونوا عندهم. وهذا يعني في العالم البرزخ كذلك الإنسان يكون له حافظ، يكون له حافظ من عمله أو القرآن أو الملائكة. لا تحافظ، كاين العامل يخرج لك
في شكل إنسان كما يوم القيامة العمل تاعك، والقرآن يخرج لك في شكل إنسان جميل جدا ويحامي عليك ولا ما يحاميش ولا ما يظهر لكش كامل، ولا كنت تعطي القرآن ظهريا ما تقراش ما تهش به ما تهش. وكذلك الملك يعني الملائكة مخفو محط تاع الحفظ، يعني يكون لك في الدنيا ويقدر يكون في عالم البرزخ. ويقول القرآن في آلة في سورة آل عمران: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذول موتى من المؤمنين من كذا، يستبشرون يعني بالذين لم يلحقوا بهم، لا خاوتهم وخوتاتهم اللي مازال يسناوهم يجيو يلحقوهم في عالم البرزخ. ويتكلم عليها هذا في هذه الآية، تتكلم عن البرزخ. ويقول في سورة الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، شوف قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا فصل، هذا كانوا قريش يطلبوا تسمى آيات ظاهرة يعني، وكانت الآيات الظاهرة يعني. لكن ربي قال لهم هذا أنتم دوك كان يجيكم هذا تأمنوا ما تأمنوش. القرآن بالقرآن يسير به الجبال، الجبال تزغد به، ويشق به الأرض، تشق به الأرض، ويكلم به الموتى. وهذا كله هذه الأسرار، هذه إشارة إلى أسرار القرآن، أسرار حروف القرآن وأسرار علم القرآن. هذا علوم خاصة بالأولياء ولا تعطى إلا لمن ليس له، لم يبقى له يعني حظ من النفس. هذه ما يعني celui à qui on transmet cette science c'est à celui يعني dont la l'âme concupiscente n'existe plus chez lui. Il a des خلاص راحت النفس الأمارة بالسوء إلى الوا إلا يولي تعطي له لا سيونس هذه يولي لك شيطان، يولي لك شيطان إلى آخره. فوالا. وكذلك سورة ياسين: قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذاك اللي دخل هكذا العالم البرزخ وقال هذا الكلام. دونك هادو كامل الآيات وغيرها ممكن، لم أحصي كتاب الله، لكن هاد تتكلم على عالم البرزخ. وعالم البرزخ فيه كذلك روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. وهذا كيف نفسره إذا ما فسرناش تفسيرا روحانيا، تفسيرا باطنيا، تفسيرا إشاريا يعني وعرفانيا. المسألة الثالثة العملية هي العلم اللدني. في القرآن في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يعني من لدن الله، يعني directement de Dieu à lui dans son cœur أعطاه هذا العلم. دونك هذه لا سيونس، هذه كاش كاين لا سيونس. شوف احنا بنادم هنا، كاين لا سيونس تجي مني لي شوز، وكاين لا سيونس اللي تجي من ربي فيغ مو، فهمت؟ اسمع كي تحكموا لون منا للهيك، هذا سي لا سيونس اللي تعلمها بالنظر بالسمع بالعقل، واللي تجي منا من عند ربي ديريكتومون للانسان هذا العلم اللدني. والمساله الرابعه الحروف المتقطعه في القران وعلم الحروف. القران راك شفتوا تعرفوا الف لام ميم كاف ها يا عين صاد ديك رحمة ربك عديها وزكريا. هذه الحروف هذه من هنا إلى علم الحرف اللي هو في قوله تعالى يعني عن سيدنا آدم: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. سورة البقرة. ورب يقول في ياسين: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فحرف كاف نون هو كون الأشياء. ويقول في سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه يعني الآيات الدالة على علم الحروف. وبعض كلام آخر نقوله نضوا باسي باسكو فو باك نزيد نطول أنا طولت. عندنا كتاب إن شاء الله سوف ننشره يعني للشيخ عبد الباقي مفتاح، وهو حول علم أسرار القرآن الكريم عند يعني من قبل ابن العربي وعند ابن العربي. الكتاب هذا لم يكتب مثله ديجا يا environ 500 ولا 600 باج جوست اون وورد، يعني نظل إن شاء الله نخرجوه. وحبيت نقول خاتمة على التفسير الإشاري، هذه اللي حبيت نقول لكم بعد تبقى لي ديبا
لو ديبان نزيدو ممكن ولا كانت الاسئله في الموضوع نزيدو يخرجوا حاجه اخرى. هنا اسمه الشيخ طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ويذكر يعني ابو حامد الغزالي يعني يعطي مثال على التفسير الاشاري. مش التفسير الاشاري كان يقول هو التفسير الباطني هو لا خاطش لازم نفرقوا بين التفسير كتفسير وبين التاويل. التفسير هو شرح الكلمه وشرح الجمله. في القران نقولوا تفسير ما نقولوش شرح. نقولوا شرح مختصر خليل، نقولوا شرح المعلقات السبع في الادب، نقولوا فهمتوا بصح ما نقولوش شرح القران نقولوا تفسير القران. فهو كيف سينونيم بصح نخليوا هذا المصطلح خلاوه للقران الكريم. دونك التفسير هو شرح الكلمات بطريقه معينه وبتركيز على حاجات معينه. بصح التاويل حاجه اخرى. ولا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. التاويل هو هذه الادوات اللي قلت لكم، علم الحرف، العلم اللدني الى اخره، هذو اللي ذكرتهم هذو. اما التفسير الاشاري هو في الحقيقه موش يفسر في القران. في القران او يقرا القران كين تقرا ايات على القران هذيك القران كانها تعطي لك ريفليكسيون، تعطي لك تفكير في حاجه جانبيه مشابهه للقران، وليست هي وهذا وليس هذا شرحا للقران لكلمات القران. راك يعني حاجه جانبيه لان الكلمه لها دلالتها. ما يقدرش المفسر الرباني الكامل كما ابن العربي ولا يخرج من اللغه العربيه مثلا واصول اللغه العربيه اللي هي اللغات القديمه التي خرجت منها اللغه العربيه. وما يقدرش يخرج من الشريعه، وما يقدرش يخرج من يعني ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو يعني في نفس الوقت صوفي وعرفاني الى اخره، لكن يعني التفسير تاعو ماهوش قال ما كاش تناقض بين المجالات هذه. وهو مجتهد، كان ابن العربي مجتهد، ماهوش مجتهد مطلق على حسب سيدي عبد الباقي. يعني خاطش يقول هو يعني ظاهري الاخر، لماذا يقولوا عليه ظاهري؟ لانه ما يامنش بالقياس. هو ماهوش غير الظاهريه اللي ما يامنوش بالقياس، الجعفريه ما يامنوش بالقياس. كاش القياس في المذهب الجعفري لانه هو عقل. وكان سيدنا جعفر الصادق ينكر على ابن ابي حنيفه هذا الامر، تقيس دين الله بالعقل يعني، وقالوا امثله الى اخره. فابن العربي كان مجتهد مطلق، فهو ما كانش تناقض بين هذيك. ونعطيكم مثال جيد جدا اعطاه ابو حامد الغزالي رحمه الله عليه على هذا الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب مثال على كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة فهذا ظاهره أو إشارته أن القلب بيت وهو مهبط الملائكة ومستقر آثارهم، والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب كلاب نابحة في القلب فلا تدخله الملائكة وهو مشحون بالكلاب، ونور الله لا يقذفه في القلب إلا بواسطة الملائكة. فأنت هو دوك هنا يقال يعني في الرواية هذيك لا يدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة. فالتفسير الإشاري ليس هو تفسير تحادي، تفسير تحا يعني الفقهي ولا استنباطي ولا شيء آخر. هو قال البيت، هو فكروا بالبيت الآخر اللي هو بيت الروح اللي هو القلب، سواء القلب هذا الصنوبري أو قلب الإنسان اللي هو باطنه اللي نفخ فيه الروح. هذو تفسيرين يعني. والقلب إذا كانت فيه هذه الآفات اللي هي الحاسد وكذا كذا تعتبر هذه صورة من صور الكلب. يعني خاص الكلب عنده زوج صور، صورة وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا الجانب الأخلاقي الجميل، والآخر في الكلب اللي هو يعني الصدق في المحبة والثبات عليها إلى آخره. فهذا كلب أهل الكهف، حتى يقال أنه يعبك في الحيوانات ما كانش في عالم الآخرة، لكن هذا يكون كاين واحد الحمار، كاين واحد هذو يكونوا في عالم الآخرة لأن هذاك عالم المعنى وهما ما عندهمش معنى يعني. ف والأما المعنى الآخر هو في القرآن الكريم للجانب الأخلاقي في الكلب في بعض الجوانب، وإن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث.
ذلك مثل القوم كذا، هادو اللي يكون في قلبه الحسد وكذا. فهذه الآفات اللي ذكرها بحامد الغزالي، فهو يتصور كهذا المعنى تاع الكلب، هذا المعنى كالكلب ان تحمل عليه لا وتتركه يلات، راه كامل هو ما يطلق حتى حاجه يعني. فهذه الصوره اللي اشرت اليها هذه الروايه تاع الحديث الشريف، الى خرجت له معاني ابي حامد الغزالي كي جاي يتكلم على القلب كيفاش لازم ننزهوه من هذا حتى تتنحى منه هذه الصفات الكلبيه، باش الملائكه يقبلوا يجيو ويتنزلوا على قلبه بالوحي وبالفيض الى اخره. هذه هي، وشكرا على كريم الاصغاء. هو تحبوا تسالوا بالروميه بالعربيه كما تحبوا. On va revenir un peu sur la Sourate Youssef. Quelle est la particularité ou les trois exégèses du soufi du Coran, هادوما التفاسير ثلاثة هادوما من أوائل التفاسير الصوفية كما أبي عبد الرحمن السلمي ورزبهان البقلي وديلمي. الطبعات التي طبعت بها هذه الطبعات جد ركيكة يعني. Ces livres ont été publiés dans des versions très très mal faites ou bâclées, disons commerciales. Mais je me bouche le commerce, n'ose pas le dire parce que le vrai commerce ne fait pas ça. Ou fait un zèf l'achta ou du bâclage. Qui m'a déjà maquin la correcteur, la lujna, la walo, tabba abrk. فالإكسبرينس يعني هذه التجربة تاع الأستاذ خالد محمد عبدو في إحدى الجامعات الغربية، أنه قدم مشروع اللي هو يرجع إلى المخطوطات المختلفة نتاع التفاسير، ورجع في بعض الأحيان حتى 5-7 مخطوطات مختلفة نتاع التفاسير، ويخير موضوع معين وخير الموضوع تاع سورة يوسف. فهذه الحاجة الأولى اللي مليحة في هذا الكتاب، يعني هذه التفاسير هما تفاسير مطبوعة، وكان اللي يريد طبعها دار الكتب العلمية هذه، يعني طبعتهم طبعة ركيكة ومخصوصة كما تفسير سلامي. كاين كتاب الإشارات هذاك يلزم يضم، وكاين واحد الصورة كامل ساقطة موجودة في المخطوطات ويذكرها على كل حال في المقدمة. هذه الجانب يعني التحقيق الى اخره يخدم بالمخطوطات. الجانب الاخر يعني في صورة يوسف، واش كاين صورة يوسف فيها؟ ها الصورة تاع كان هذه سيتين سيراميك قاجار اللي راهي في الغلاف، تمثل دخول سيدنا يوسف عليه السلام على المجلس نتاع زليخة والنساء المدينة اللي كانوا لاموها على الحب نتاع يوسف يعني. وكيف أنهن قطعنا أيديهن يعني بدون شعور، يعني بدون شعور. فاحنا خيرنا هاد المرة ما درناش لا كاتريام دو كوفيرتور هنا باسكو حبينا تكون تيتر هكداك اون انجلي، فيو كو دكتورة سعاد الحكيم دارت المقدمة. دكتورة سعاد الحكيم راهي قامة من قامة العلم، وعندها يعني معجم التصوف، يعني عندها ديكسيونير دي صوفيزم سورتو ابن العربي. سي با ان ديكسيونير يكتبو هكداك تاع كي والو، هذاك كتاب يعني تخي 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 فور. انا جو دي توجور كو هاد الكتاب يفا باسي لي سيكل، باسكو يا لي ديكسيونير كي باس لي سيكل سي با توس يعني. دونك درنا هاد الجانب هكذايا على دو فاسون اكاديميك، بصح درنا لا كاتريام دو كوفيرتور كتبناها لهنا. واش خيرنا كوم كاتريام دو كوفيرتور؟ ان اكستري تاع رزبهان البقلي qui dit que en fin de compte يعني sourate Yusuf ما فيهاش اولا احكام، كاش احكام فقهيه بون، هي ماشي ما كانش يعني من ماشي مصببه على 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 الاحكام. وهي فيها الحاجه الاساسيه اللي فيها هي مساله الحب والمحبه. وكيفاش هاد لي تخوا زيكزيجاز خرجوا معاني تاع الحب من ناحيه تقنيه، يعني من التقنيه من ناحيه التقنيه التكنيك صوفي يعني ماشي تقنيه ماشينا، يعني
خاش حتى داخل التصوف بين قوسين كاين نوع ما تقنية كيفاش يفعل الحب في الإنسان باش يغيره للأحسن. يعني في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى لازم نكتسب المحبة، وكيفاش نوصل إلى درجة الشوق ودرجة المحبة باش هذيك المحبة بالنار تاعها يعني اللي ما تحرقش من النار اللي تغير كيفاش تبدلنا إلى الأحسن، بحيث يعني من ليس له حب لما يقدرش يتجاوز المراحل، لأن كأنك أنت طنوبيل ولا حاجة موطو ولا حاجة ما فيهاش بنزيل يحترق ويدفع، ولله المثل الأعلى. فالشوق والمحبة والعشق هي يعني المحرك نتاع الإنسان ليكون يمشي في الطريق إلى الوصول إلى ساحة القدس، ساحة القرب من الله سبحانه وتعالى. نقرأ لكم يعني هذا المقطع هذا. وحسن القصة يعني لا بوتي دو سيت استوار، بيان العشق الإنساني في مراتب الأرواح العاشقة وطيرانها من هذه المقامة إلى العشق الألوهية ومشاهدة الأزلية. بيّن تعالى أن قصة العاشق والمعشوق أحسن القصص. يخي في القرآن هكذا كيبدأت سورة ألف لام راء أحسن القصص، يعني في سورة يوسف أحسن القصص لما فيها من الأمثال والعبر والذوق والشوق والفراق والوصال والبلاء والعناء. وهذا كلها داخل في السير تاع يعني السالك إلى الله سبحانه وتعالى. إيش يكون الفراق، يكون الوصال، يكون الشوق، يكون العناء، يكون الابتلاء، هذه كلها تمتزج فيه هو، ولاحظ هذا الشيء كامل في الطريق هذا، حتى في الطريق سوف يعني يزيد أمره يعني مع الله، يزيد أمره يعني في القرب إلى الله. وشأن يوسف عليه السلام كله عشق، كله يوسف يعني son en fait يعني la personnalité تاعو tout est dans l'amour، يعني هذا platonique ولا l'amour خاصك ما نبغيش كيش يقولوا عشق بالرومية، حنا العربية كاين بزاف الكلمات تدل على المحبة وأطوارها يعني. فشأن يوسف عليه السلام كله عشق، عاشق به أبوه، بابا أهم في بالهم، وهكذا كل من رأاه، كل واحد يشوفه كذا كما النساء المدينة، النسوة في المدينة، لأن حسن جمال القديم هو الله سبحانه وتعالى، حسن جمال القديم ألبس وجهه، لبس له وجهه، وكان مرآة الله في بلاد الله، كان هو مرآة يعني سيتي لو ميغوار دو ديو في بلاد الله، تجلى الحق منها للعباد. ربي خاش هذا هو وصر النسوة، ما يقول لهم بعد ماشي هنايا لكن في بقية التفسير، النسوة ما تفتنوش فتنة يعني جنسية ولا فتنة، فهمت يعني سيتي با سيكسوال ولا حاجة أخرى، سيتي نفتنو بالجمال الله سبحانه وتعالى اللي كان يتجلى في عبده الصالح سيدنا يوسف عليه السلام، لأن ربي ألبسه بجماله، لأن حسن جمال القديم ألبس وجهه، وكان مرآة الله في بلاد الله تجلى الحق منها للعباد. وكيف لا يكون أحسن القصص وهذه القصة قديمة أزلية، وكل حسن في العالم، شوفوا، وكل حسن في العالم هي معدنها ومنها صدر كل الحسن. كل الحسن يعني خرج من هذه القصة يعني مثالها يعني من قصة الحب. كل حسن في العالم، كل حقيقة القصة تاع الكون، الوجود نتاعنا، وجود تاع الكون هي قصة حب، أحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف، يعني كلها هي قصة حب من الحبيب المحبوب. والحب هو ربي، هو الحب، هو الحبيب، هو المحبوب، يعني كلش لامون ليمي لامور سي ديو سي لوي. والمستحسن، ومن كمال حسنها يعني القصة أنه تعالى أخرجها من بحث التكليف، يعني نحاها من أنها تبحث هذه الصورة في مسائل التكليف يعني مسائل الشريعة يعني. ولم يذكر في قصة العاشق والمعشوق الأمر والنهي، ما كانش الأمر والنهي، حرام حلال دير أفعل ما تفعلش، ما كانش كامل هذه لهنا، حتى كيفاش تعامل مع خاوته في الأخر كي جاوه
وطلع باباه أبويه في العرش وخروا له السجدة. واش قال لهم هو؟ ما قال لهمش يا اللي درتوا فيا وكذا، قال لهم لا، وأخرج يعني قد أحسن الله بي إذ أخرجني من السجن، ما قاش إن إذ أخرجني من الجب كي رميتوني في هذاك في البير هذا، قال ما تكره لهمش لا أوكلتي هير لا شوز، قد أحسن الله بي إذ أخرجني من السجن، يعني السجن نتاع عزيز مصر. ولم يذكر في قصة العشق والمعشوق الأمر هنا كأنه خبر الوصال وآثر الجمال ومثل لعاشقه معه وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وهذا وكاين كثير من الأشياء الداخل، يعني ما شح نقرأه لكم كما نقولوا غومونسي با بو راكونتي سما كيش تخلص القصة، مي الداخل كاين نكت يعني دي بوان تري تري رقاق حول ماهية العشق وكيف يفعل العشق في العاشق بحيث يغيره. il devient meilleur quand on aime, on devient meilleur normalement, on devrait quand on aime vraiment on devient meilleur même quand on aime بعضنا البعض ولا voilà. une question ولا كاش حد عنده كاين هاد question بارك الله فيك. Maintenant, moi, je pensais qu'on allait plus assister à TFC sur la Tunisie. Actuellement, la communauté musulmane est en crise, on peut le dire. Et sur la Tunisie de la Dior, justement, elle peut nous aider à traverser des moments de doute, de grand doute, voire de crise. La troisième ayat à sur la Tunisie, elle dit « Nahmou naqussu alayka bi ahsani al-qisas ». Et quand on voit la trajectoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam, qui a été trahi par ses frères, qui a été vendu en esclavage, qui a été injustement mis en prison. Et il y a aussi qui dit, et à la fin, il termine quand même comme trésorier du pharaon. Ça, ça pourrait donner, si vous voulez, enfin, à mon humble avis, une source de consolation pour tout type de désespoir et tout type de crise existentielle, voire d'accident psychologique, etc. C'est-à-dire que les séfarahmois, il faudrait, je pense, le problème avec Ibn Kathir, les tafassid Ibn Kathir et les anciennes générations, à mon humble avis toujours, je pense qu'ils apposent un regard aride sur Tafsir Al-Qur'an. Et il y a une parole soufie qui dit les soufis sont les fils du moment. C'est-à-dire qu'il faudrait relire le Coran avec un nouvel paradigme, une nouvelle échelle de valeur. Et quand on assiste par exemple aux prêches des mosquées, je pense que l'Aïma, qui sont des fonctionnaires du ministère religieux et de l'intérieur, on peut le dire, il n'apporte pas le nouveau regard. La nouvelle génération de musulmans voudrait un nouveau regard sur le Coran pour traverser les problèmes actuels qui les menacent. Et je pense que Sourate Youssef, encore une fois, est une sourate qui pourrait nous aider dans les périodes de doute. Il y a à l'intérieur de ces trois exigences, Kain, Ishara et Lahadi, bon, du point de vue individuel. Hein, du point de vue individuel, que Sourat Youssef, c'est comme un remède balsamique. Par exemple, quelqu'un qui est triste, il devrait aller lire Sourat Youssef, il va pleurer. Il y a quelques-uns qui m'a « La tatriba alaykoum l'yom yaghfiru Allahu lakoum »« Kamu shtarou lou, kamu shtrafé »« Fallakhar la tatriba alaykoum l'yom yaghfiru Allahu lakoum » يعني حجيبه هذه الحنانة هذه اللي كاينة والتعامل هذا بالحسن حتى عنده الحق يقول لهم ماكم رميتوني في الجب ما تكرهاش من با شوفوا الجمال نتاع اسمها الاستيتيك دو لا دو كومبورتمون والرحمة اللي كانت تبين عليه بعض الأحيان يعني كان سيدنا يوسف يعني هذه اللي قال لهم السجن أحب إلي قال المفسرين انت قلتها بلسانك كان ما قالهاش كان ما ترماش في السجن أحبوا إليه يقعد في السجن يعني حتى وسيدنا يعقوب بابه قال يعني أخاف عليه من الذئب يبان جاه البلاء يعني النهار اللي قال يعني على سيدنا بنيامين وقال يعني الله خير حافظا وهو هؤلاء قال حفظا وحافظا صادقا ورشو كيف صاروا بيامين التما ربي يسلكهم إلى آخره. كان بزاف الدروس لأن الأنبياء
أنا نختلف مع دكتورة سعاد الحاكم في أهدارت واحد تعليق هكذا على رز بيهان البقلي اللي هي كأنه هو يعني كصوفي مد دروس للنبي، ما يدرش النبي من الأنبياء، لأن الأنبياء اللي كانوا قبلنا قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا معصومون من الخطأ، هذا لا شك ولا ريب يعني، لكن ما عندهمش الكمال الروحاني اللي عنده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا هما في بعض الأحيان يخطئوا، ماشي خطأ معصية، مش خطأ معصية، خطأ يعني تاع أنا مش عارف كيفاش نصمم، مش من ناحية الشريعة يخطئوا، ما خطئوش سيدنا، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هما يجبدوا يعني زليخة تجبها ليه على وقت فم مغيي وهو يخدم سيتي لوغ اسكلاف اكسيتيرا، كيفاش يخون زوج حاجات ويخون ربي، ما يقدرش يديرها هكذاك، ماشي حاجه كونطرير، كلام جميل لكن كان يقدر يقول كلام اعلى من هذا، فهمت؟ وهذا اشار اليه يعني رزبهان البقلي. اما النبي صلى الله عليه وسلم محمد ما كانش هكذا، تصيب هدف الامه نتاعو، تصيب هذا مثلا في الصحابه نتاعو، يغلطوا وهو يصححهم، فهمتوا؟ بصح هو فيه ما كانش الصحابه، كي تشوف الروايه تاع الخطا تاع الصحابه والكومبورتمون تاع الرسول تجاهه تصحيحه لتما تصيبي، باسكو لازم نشوفوا الخطا باش نتعلموا، الا ما ليكزومبل تاع الرسول سي ليكزومبلاريتي الكمال الى اخره، والكمال المحمدي هو كمال في الاسم الاعظم، يعني في الحقيقه لم يجتمع كمال الاسم الاعظم الا في محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في يعني كشان امته اولياء امته بدءا من يعني ائمه اهل البيت يعني. اما انبياء بني اسرائيل فهم هذا النوع من يعني كانه كومبورتمون ولا كلام كان يقدر يكون كلام اعلى منه، اعلى منه يعني في الذوق ولا في الادب مع الله الى اخره، فهمت؟ لكن هذا كلام احنا وبعاد علينا، يعني ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه، لو كان يعني كان كونيكتي 100% عنده الاسم الاعظم ما يقولش هكذا، يعبر عن الموقف بنفس يعني بنفس المعنى يعني، بصح ماشي بنفس الكلمات. ورث بهان البقلي يشير الى انه هذه كانت شو انتقلتها الحقيقه، العرفاء يقولون كيف تهدر الهضره خلاص اي خرجت من فمك انت اي تحققت. علاش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما تدعيوش على ولادكم، خاش دعاء تاع الوالدين مستجاب، ما تدعيوش على ولادكم، تفوتوا قولوها مام قلبك ينكر ذلك في نفس الوقت وقبل الكلمه، لكن قلتيها راكم قلتوها خلاص. فهاد المعاني هذه يعني حياه الانبياء عليهم السلام يعني في هذا الجانب مثال عظيم لنا يعني. وصوره يوسف كما قال الاخ يعني باسكو القران ينطال بعض بزاف على لي ناسيون على المجتمع، اي بارل دو لانديفيدي ان فات، يعني سي لانديفيدي طون ديكواسيون افيك ديو كيما قلت لكم هذوك لي كانه باش يغيغل ان لونغ فيو لاين ان اباراي دو فيو افيك دي كاش يقولوا هذاك لي بوانتي هذوك يديرهم حتى يولي مع ربي، فهمت؟ ما او ليو دو كيما نقولوا روسو نقولوا قال لو كونطرا سوسيال، لا دير لو كونطرا مع ربي، وكان كامل انديفيديوالمون نديروا الكونطرا مع ربي اون اورا لو كونطرا بيناتنا بيسكون اي توس ريغلي سور لو ميم ديابازون، هذا هو دونك لو فوكس مع ربي اي نون با مع لوم ولا مع لي شوز، هذا هو لا ديفيرونس entre يعني modernisme et tradition voilà entre le projet divin et le projet de l'homme même si l'homme veut bien faire يعني ماشي حاجة بصح ça n'arrive pas للكمال هذه. والأخطاء نتاع خاوته في الاخر ربي تابع لهم وهو سمح لهم وكملوا كامل صالحين وكلش يعني ما tout est bien dans le meilleur des mondes، فهمت؟ مي طحت تفضلي. Que rien n'est fortuit dans le Coran. Donc, oui. Si Youssef a demandé d'aller en prison, c'est que c'est une opportunité pour lui. Il a peut-être une mission à l'intérieur de la prison. Oui, il a eu une mission. On a vu qu'il y avait des adeptes autour de lui et qu'il a mené vers l'islam
ou l'unicité d'Allah à l'époque, et c'était une mission incroyable. Effectivement, mais هو واش يقول ربها نبقلي قال لي تما كان يكون الابتلاء نتاعو مختلف ماشي حاجه اخرى سي تادير دكتوره سعاد الحكيم ربما ماشي هكذاك مي با فهمت لا شوز سون دو مانيير سنسيبل مختلف على ان بو واش حبيت نقول انا وهي يتعبر على حقيقه وانا نعبر على حقيقه اخرى اللي هي انه يعني الابتلاء تاع السجن حتى كي كان في السجن كي زوج كانوا خارجين من السجن قالوا اذكرني عند ربك كي قالوا اذكرني عند ربك قال زاد قعد سنوات الاخرين فما قالش حاجه حرام ولا ماشي مليحه ولا قالوا ما تنسانيش كي تخرج هضر مع يعني كيش نقول المعلم تاعك ولا راه واحد راه مظلوم وفي السجن وصرى له هاوش صرى له بشويه يهضر مع عزيز مصر باش يخرجوا ما هضرش نساه فانساه الله يعني ذكرى ربي يعني نساه فكان هذا الابتلاء لان هذه ما رقائق اشارات يذكرها العرفاء المحمديين الى الاشارات وعلاش هذه الرقائق الرقائق رقاق 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 الادب مع الله اصعب الاشياء أصعب الأشياء والعظمة تاع رسول الله هو قمة الأدب فهمت يعني كل الأنبياء متأدبين مع الله لكن مراتب هذه مراتب في الأدب تسمى هو راه ناجح في اليونيفرسيتي بصح رسول الله هو الميور نوت كي لا يو دون توت لي سور دو اليونيفرسيتي وخلاص ما كامل سيتي دي خرجوا لي كيما نقولوا الاولاني في كش يقولوا له الاولاني في اليونيفرسيتي بصح هو C'est la note la plus grande qu'il y a jamais eu dans l'histoire de cette université qui est la Dunya, la Hachina. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que Sidna Youssef était le seul prophète qui a occupé un poste important, ministre des Finances, par rapport aux autres prophètes qui sont... Oui, il y en a beaucoup qui ont été... Il y a de l'intelligence aussi dans sa manière d'être, alors qu'il était le plus jeune de sa... Effectivement. Donc, هما l'histoire de Bani Israël, entre deux mondes, l'Irak ancien, la Palestine, ils sont restés un siècle, Nabucco, Mabat, Nabucco. والدوله نتاع الفرعونيه في مصر يعني زوج حضارات يعني عجيبه يعني اللي كان فيها الطب والهندسه وعلم الفلك والزراعه والري والعمران وحاجات فوق ممكن احنا الحضاره الحاليه ما توصلش لهذيك الحضاره خاطر مازال فيها عجائب ما ناش قادرين ليها يعني وفا يعني في بني اسرائيل خرج سيدنا داود وسيدنا سليمان كملوك خاطر ربي يقول يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وسيدنا يوسف يعني جعلني على خزائن الأرض إني عندي الأمانة وعندي العلم يعني إيه on peut dire ça la plupart des الأنبياء كانوا مستضعفين وكانوا يقتلوهم ويعذبوهم في الحباس ويجوزوا لا تورتور وإلى آخره ويقتلوهم ويقطعوهم وإلى آخره من بينهم أنبياء بني إسرائيل زكريا ويحيى. Notre question. تفضل جناب. بارك الله فيك سيدي. بارك الله فيك. Moi ce que je voudrais poser comme question c'est par rapport aux exégèses, aux différentes exégèses. Est-ce que l'une exclut l'autre, ou alors est-ce qu'il faut essayer de les connaître pour arriver à, par extension à la dernière dont vous avez parlé, d'Al-Rishara, d'Al-Soufisme, d'Al-Bafini, etc. Barakallah. D'abord, je vous remercie pour le calepin et le stylo, parce que ça, c'est important. C'est un geste avec j'encourage les gens à venir faire le muhadarat à n'importe qui avec, pour prendre quelques notes pour, parce que l'aql m'échitch. نعم نكسكلي ريان دي تو يعني يوجد في النار ما لا يوجد في البحر و يعني ديجا لا سيونس تراديسيونيل اللي ابروندر اونتيير فهمتني ابروندر اونتيير وقد ما يقرا بنادم قد ما يستفاد يعني ودي فوا تكون تقرا على حاجه واحد ديفلوب حاجه راسيونيل
Mais hadik rationnel, tu te mets déjà dans l'au-delà du rationnel. Ou en tout cas, tout le chemin à faire, tout le chemin à faire. Au contraire, toutes les exégèses sont à lire, y compris Ibn Kathir. Moi, c'est à fait même Ibn Kathir, il y a des choses. Ou il dit des choses ailleurs, mais il ne dit pas. Ibn Kathir, il dit. Bien sûr, il y a un exemple, il y a un bayan de Broussaoui, Ismaïl Haqqi Broussaoui. D'ailleurs, on lui consacre une. Un livre prochainement, Inch'Allah, de Mohamed Ali Aïni, avec le livre de Sidi Abqad al-Jilani, pourquoi j'aime blanc arabe. Juste, on n'a pas encore fini de d'accrober. Le mot de l'image didacte basé à Imkhanchlaoui sur Broussaoui, il y a un Broussaoui, il y a un kibar, le Mufsirin, je crois que c'est un Tariq al-Khalwatiya, ou qu'un Akbarien, c'est un. Mais tu sais, tu طبعا قديمة تاع بولاق مازالها اون لا ركوبي طبعها كنت نحوس على على واحد الآية كيف ما تسيبهاش لازم تروح تدخل عندك واش تصفح باش تصيبها سي با يعني طبعا القديمة هكذاك ما كاش إشارات ما كاش لي زانديكس ما كاش كذا باش تصيب الحاجة وهو تفسير رائع رائع شاك فوا كو جو ديفي فير une allocution ou la mudakara ou la haja, n'tala ibn ajiba, n'tala kada kada, mais toujours la satisfaction c'est bien fait fait tafsir ou fait بعض الاشياء بعض الاحيان يذكر بالفارسي ولا يذكر بالتركي لانه هو تركي يعني من بروس اللي بروس يعني طبعا ترجمه الى التركيه الحديثه لكن لم يطبع عند يعني طبعه عربيه جيده هذه حبيت نقولها لكم يعني باش نقاسم معكم هذا مسيو كنت حبيت السلام عليكم اولا نشكر القائمين على حسن الاضافه وشكرا سيدي على وقتك وعلى هذه المداخله عندي سؤال برك سيدي الكريم فيما يخص مصطلحات المستعمله للاشاره الى هذا النوع من التفسير كما قلتم سيدي قلتم التفسير الباطني اشاري الفيض وفي زمرة المداخلة هضرت عن المشنعين على هذا على أهل السنة ككل وعلى تصوف يعني كخاصة سيدي أنا عندي سؤال الباحثين الآن كما كسيادتكم ولا واحد أخرين في هذا المجال هل هنالك يعني مجهود لتكييف هذه المصطلحات وفق المفهوم الآن يعني عارنا في العولمة يعني مثلا تفسير الباطني المشنعين على التصوف يحفوا كلمة الباطني يحيلونها إلى الباطنية يعني يشوفوا واحد ما يعرفش يقول لك اقرا الباطنية تعرف وش معناها وإحنا قاعد نعرفوا أن الباطنية هم أصلا يعني لا يأخذون بظاهر الآية يعني على عكس أهل العرفان وأهل التصوف يقرون ظاهرها وعندهم الشيء اللي يذهب به ربي سبحانه في هذا التفسير. سيدي كمثال حبيت ناخذ رأيك الكريم كمثال سيدي الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي قدس الله وسلاه عنده كتاب البحر المسجور. وفي هذا الكتاب أضع واحد المصطلح تفسير إشارية قال واحد المصطلح يعني أنا نظن مصطلح جميل وهو لسان الروح. سمى التفسير الإشاري لسان الروح. يعني وش رأيكم في هذا يبارك فيك يسلمك. إيه دوك هذه يعطيك الصحة على هذا السؤال كان في خلدي يعني عندما كنت أحضر لكن كان لازم عليا نكون يعني كيش نقوله نعطي المحاضرة شكل معين باش نركز على القرآن سيد الشيخ سيد أحمد بن مصطفى العلوي قدس سره عنده كتاب هذا البحر المسجور وأتى فيه بما لم يعني يرى عند غيره وكذلك عنده المنح القدسية في المنح القدسية هذا مو شرح القرآن واسمه شرح ابن عاشر اللي هو منظومة صغيرة للمبتدئين فيها التوحيد وضروري من علوم الدين من توحيد وفقه العبادات والأخلاق على طريق الجنيد السالكي يعني الأخلاق التصوف يعني الجانب الأخلاقي من التصوف
ولكن عندما شرح هذا الكتاب لم يشرحوا على عادة ما يعني خاش الكتاب معروف ويقرأوا شروح بتاعه إلى آخره وشروح جيدة يعني وفيها الجوانب الروحانية كذلك، لكن عندما شرحه بمعنى بالتوحيد بما نقول عليه التوحيد الخاص، مثلا عندما يذكر الوضوء ولا حاجة من مسائل الوضوء ولا مسألة من مسائل مثلا كالفقهية كالحج والطواف إلى آخره، وما لا يذكرها من جانب الفقهي والظاهري، يذكر المعنى نتاعو، المعنى نتاع هذاك الشيء بالنسبة للتوحيد الخاص، معناتها معرفة الله سبحانه وتعالى بما أنه لا إله إلا هو. هذه هي، وهذا الجانب هذا هو تفسير لدني، وهذا التفسير هو التفسير الفيضي ممن لا ينكر الظاهر، لأن الظاهر والباطن هو الله سبحانه وتعالى. إذا أنت أنكرت الظاهر فكأنك يعني جبت إله وعنده غير باطن وما عندهش ظاهر، وربي يقول هو الظاهر والباطن والأول والآخر، فما يقدرش أنت تنفك عن ذلك، وليس هناك تناقض، لأن العوالم الروحانية وهذه العوالم الملكوتية ليست متناقضة مع العالم الملك اللي رانا فيه ولا عالم الآخرة، يعني العالم الجبروت وعالم الأرض كاين واحد الانسجام، لأن المصدر الكل هو الله سبحانه وتعالى. العلم الظاهري هو من الله، كاش حنا باش تعلمنا ربي علمنا، والعلم الباطني هو من الله لكن مباشرة وليس بواسطة إنسان ولا بواسطة واسطة غير الله. وهذا يعني الآن حديثا يعني لم أجد من دقق في هذه الأمور، لأنك عندما يعني تتكلم عن تفسير لازم تحفظ على كلمة تفسير يعني شرح، وعندما تقول تأويل لابد تدخل في يعني عندك الكفاءة والكفاءة اللي تعطيها الجامعة، باش يجي واحد يعني خريج جامعة ويكتب بحث ويحطه في مجلة محكمة، لا لازم يخرج واحد كما قال سيدنا العلوي نهار دوشينا يعني مسجد باريس، قالوا له أنا خرجت من فاكولتي تيولوجي دو كدا دو لان فاكولتي، قالوا أنا خرجت من فاكولتي تاع سيدنا عيسى عليه السلام. وحقيقة يعني سيدنا العلوي عيساوي يعني، ورؤيا يعني عدة مرات مع سيدنا عيسى عليه السلام، وكان يشبه سيدنا عيسى في المظهر وفي الروحانية لأنه كان مطلق كان مجرد يعني في فهذا هو يعني للأسف. وكثير من كتب على هذه المسائل من الغربيين مستشرقين أو غير مستشرقين باقية في هذه تشابه في المصطلحات، وأنا لست مختصا يعني ولا يعني ما عنديش كاش يقولوا مانيش نقري في الجامعة ولا حاجة باش نكون عندي اهتمام، أنا فقط فقير وعن المشروع تاعي هو هاد دار النشر، لكن ما عجبني هاد الشيء. الإشارة إلى خارج النص يشير إلى حاجة خارجها، أما التفسير فتفسر النص إذن باللغة العربية بأصول اللغة العربية وبالرجوع القرآن يفسر بعضه بعضا أولا، وبالرجوع إلى السنة لأن هي التي تبين ما نزل إلينا، لأن ربي قال كما تفهموش روحوا لمحمد، فأنتوا كما ترجعوا القرآن إلى القرآن، ومن بعد كما بعد هذا كما تفهموش هاو يفسر لكم محمد، اللي يكتب الكتاب دارنا كيفاش نفسروه، وقالنا التأويل خاص بفئة معينة هم الراسخون في العلم. احنا نقولوا مثلا واحد راسخ في معرفة الله يعني يوصل في درجة العرفان والدرج إلى نهاية السلوك، فهذاك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا ما بقاتش النفس لها سلطان، يعني كيف يقول الشيخ العلوي النفس سيتها في القصيدة حقتك، أن المعنى النفس ما عندهاش تأثير فيها خلاص، ما عندهاش حتى ولا تحدث إلى آخره. فهذا النوع تاع التفسير أهو محقور وما نعرفوش القيمة نتاعو يعني كثير، ولذلك هذا الكتاب له أهميته، لأنه نحنا يلزمنا نعيشوا معنويين، نكونوا معنويين ما نكونوش حسيين ما نكونوش سطحيين، نعيشوا حياة غنية داخليا، وباش نعيشوا حياة داخلية لازم نتعاونوا روحنا بالأطباء، والأطباء هم هؤلاء، وهذا هما تقرأ هذا الشيء يعني باش انت تداوي روحك، مش باش نعرف حاجة نروح نجادل بها ولا نروح في المقهى ولا في نادي فكري ولا هكذاك نريب لي عندي معلومات واش تستفاد من هذا، واش نستفادوا ماشي نستفادوا كين نغيروا روحنا
فقط نخلطوا هذوما اللي خلط يعني نصيب نخلطوا رجل حي يعني كنا عارف بالله حي طبعا لكن ولا نخلطوا الناس اللي يمشيوا في الطريق تاع هذو الرفقاء الطريق الرفيق وقبل الطريق ولا نخلطوا يا سيدي هذوما ونقتبس شويه من انوار هذه كما كي تقرا القران ولا تقرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم علاش درنا هذاك الكتاب الأربعون حديث في التصوف للسلامي دائما لان هذيك واش تبين هذيك الروايه خير روايه اللي تهضر على الحقيقه تاع الانسان كيفاش يكون احسن من الداخل فهمت يعني هذيك جمعها سلامي اللي هو من كبار علماء الحديث يعني ماهوش فقط مفسر صوفي وكذا كان هو تلميذ الدارقطني وشيخ البيهقي يعني في الحال وكان 41 سنة هو يقرأ الحديث يقرأ الحديث معناتها يقرأه بالروايات بسنده فهم بالسند نتاعو باش تشوف هادو شكون هاد العباد اللي طبعنا له عيوب النفس ودواؤها وطبعنا له يعني هاد كلها محققة والأربعون حديث في التصوف احنا عندما طبعنا في يعني طبعة فنية يعني دونزين إديسيون ضاع بالنا الناس تقبل عليها احنا من باب التعظيم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما نعظموا كتاب الله نخدموه بالخط إلى آخره فايدا به ما جبتش يعني للأسف يعني ما جبتش رغم أنه كتاب جيد ومخدوم خدمة يعني جيدة يعني إذن هذا هو الهدف الهدف أننا احنا نقرأ باش نكونوا أحسن ما حتى ولا تقرأ روايات اللي يحبوا يقرأوا الروايات اللي غوموا إكسيتا باش يشوفوا يعني التحليل تاع النفوس كل واحد كيفاش يتكلم باش هو ممكن خوه يكون الميغواغ تاعو تقرأ الشعر باش يعني تعرف تعبر عن مشاعرك باش تعرف تفهم مشاعرك باش تعرف تفرق بين مشاعر ومشاعر باش إلى آخره كل حاجة اللي هي قراءة لازم ترجع لك إليك يعني ما مش الفايدة أننا نبينوا روحنا نهضروا مليح ولا يعني المجالس يعني والنفس تقول يعني سانسيغ أكوا احنا كلها كل ما عليها فاني نديو غير الصح ما نديو غير الصح سي اون سي با دو ديفينير ميور سانسيغ أكوا نوتر في سانسيغ أكوا هذا هو تفضل سي سي نور Oui. C'est pour ça que d'abord j'ai préféré faire une introduction générale pour qu'on ait une vision un peu globale. En bas, au lieu de parler du livre, alors qu'on espère que vous allez acheter le livre ou là qu'il y aura des gens qui achètent le livre, ça sert à rien de répéter ce qu'il y a dans le livre, quoi qu'adrena les chouïa avec des kisharat. Lakin, كل واحد يقرأ ما تقولش انا ما نعرفش ولا علاش كل واحد ياخذ واش عطاه ربي وتقدر انت واحد ما يعرفش يفهم حاجه اللي على واحد يعرف بصح محجوب ودخل في الاخر تاعو بصح محجوب وهذاك اللي جا هذاك الاخر يفهمها بالخف ما تعرف كيفاش هو تقرا بنيه انك تقرا تفيد روحك تفيد روحك في الكومبورتمون ماشي تفيد روحك اني عرفت حاجه بون بارلي اون سوسيتي و دون لي سالون دون لي كادا قال فوالا جو سوي كولتيفي ولا passer le temps avec du thé ou la kahwa ou la haja, ça, bon, c'est pas mauvais, mais ça doit pas être un but de notre vie. Au contraire, on doit se... Donc, n'importe qui, d'ailleurs, qui l'aime, ou 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 qui l'aime. Ils n'ont pas écrit ça pour que ça, soit, ça reste... كلش إليتيست تقرأ un roman c'est إليتيست تقرأ un poème n'importe de متنبي c'est إليتيست دوك ما نقراوش لازم نقراو تقرأ فولتير c'est إليتيست تقرأ رامبو c'est إليتيست n'importe واش c'est إليتيست tout est إليتيست on est dans la lettre on est dans les lettres on est dans les mots on est dans فالإنسان يعني الإنسان يعني ديجا دونك لازم كل واحد ما يقولش احنا كي كنا صغار ماشي حكمنا لي كلاسيك وكلش ما نقراو خلاص واش تستفاد يعني دائما تستفاد دائما فو با هكذاك تفريني تعطي روحك يعني كابح يعني وتفريني روحك وتقول انا ما نعرفش هذا اللي يحقر نفسه ماشي مليح تحقر نفسك يعني في الكومبورتمون مي ماشي في الفهم الفهم تقرا بالنيه تفهم تقرا بنيه انك تفيد نفسك تفهم ممكن لا تقرا بالنيه باش تجادل ولا عادك ربي يحجبك يعني خاطر النيه تاعك ماشي مليحه
وكما قال القرآن على هذوك اللي يبتغون تأويله ابتغاء الفتنة، خاطش هما نيتهم الفتنة قبل ما يروحوا يقراوه، راحوا ابتغاء الفتنة قراوه باش باش يأولوه زعما، ولكن هي النية تاعهم اللي بغاوها كما نقولوا كانت فاسدة بابتغاء الفتنة. دونك حنا واحد يقرا بنية، واحد ندخل ما نورمال يقرا بنيته يفهم، يفهم واش لا يفهم، فهمت يعني شاكان دو نو شي با نسمع مقصود ميوزيك ولا انت تحس حاجه الاخر يحس حاجه اخرى، ما تقولش يعني لازم نحسو كامل كيف كيف ولا حتى المراتب ما يهمناش، فهمت لازمش تقول انا راني في هذه المرتبه ولا لا لا، ربي اعطيك على حساب على حسابك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها والا ما اتاها، فهمت دوك انت وقت لك يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، ممكن واحد يحوس حاجة كبار وهي الحاجة صغيرة اللي قدامه وما شافهاش، هو حاس بروحه ويشوف الحاجة تبعد، هو الحاجة اللي قدامه مهمة جدا وما شافهاش. دونك تفسير هذا يا فاسيل عليه يعني في متناول الإنسان القارئ لما الفقرة وخلاص. إيه جوزا جو بو أوفغي أو هازار ونقرا تحب يعني، ولا ما فهمتوش كامل راك راح نتفهم. إيه بون هاديك دوك مثلا واحد يبغي سينيسيو صوفيزم ولا إيليا دي ليف كي بوف يعني يعاونوه، مي يفو ليغ بوكو يعني بوغ دوفنيغ أن إكسبير ولا بصح. دوك سي سي أون لي بوغ سوا ميم خلي روحك كي الورقة هاديك اللي ضربها الريح وين طيحت، سي فوا تدخل دون زي ليبراري تسيب كتاب هكذا عجبك تاخذه، تقول انت سي تان هازار، نو سي با هازار، هادو الخيوط تاع ربي داوك لهذاك الكتاب وانت داوك، وانت غير تحل الكتاب فوغ زافي غوماركي تحل الكتاب طيح في حاجه كنت تحوس عليها، ها مانيش هذا على التصوف برك ولا في كل دونك يعني خلي روحك خلي اون سي لاس يعني الي دون لا في فو با اتر هكذا ناخذو بروغرامين ولا لا، خلي روحك سيرتو مع الكتابات، الكتابات سي با حاجه ميكانيك ولا اذا ان توكا لازم ناخذو هكذا امون سونس يعني. دونك تحكم هكذا هاد لا سيتواسيون قبل ما نبدا ندقق في الكتاب صبتها، بعد ما جي في رولي لو ان طونك ايديتور جي رولي لو تيكست جي في بصح يعني رحت ديريكت ليها سبحان الله، هاد لا سيتواسيون رحت ديريكت ليها سي با هازار سي توجور كوم سا. Toujours les citations de Guénon, qui est dans la collection que je dirige à l'État Guénon. Comment je les trouve je vous assure, je lis tout le livre année pour les besoins de la révision. C'est ce que j'ai fait la quatrième de couverture. On va par hasard. On a d'aimant qu'on m'a dit. 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 On a la citation. On a subhanallah, c'est في الكتاب ونديرها هكذا دون لا في دي فوا اون لي ان بويم ولا نقراو حاجه سيتاسيون دون ان رومون، هذيك هي اللي تلصق فيك باسكو انت راك عندك دي سوسي عندك حياتك ماشي وخد اخر، كل واحد ياخذ حاجه اللي لي سون نو الي دون لي ليف يفوك كوم سا ايه ما في با هكذاك كنا نحسبوا روحنا من زمان يعني ما نعرفوش وما كذا وبلادنا ما فيها والو والناس والحقيقه نو ما كاش منها بشوية 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 من بعد منه جافي غيزون ترنيت وكذا، مام يضحكوا عليك الناس كاين بزاف الناس يعني يضحكوا على الناس يعرفوا غير الاستهزاء اهل هادو انك فيناك المستهزئين الناس انت شرح لك في الناس انت كل واحد مع روحه فهمت لي ماشي باش تعجب الناس ولا باش ما تعجبش الناس، المهم راك مع روحتك وخذ اقطف من لي فلور دو لا في يعني كسوا الكتابات ولا حاجه اخرى. Donc, mais ils ne font pas se freiner. Tout le monde peut lire et tout le monde peut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas les plus grandes. Vous comprenez? Parce que Dieu a fait ce qui m'a fait le clair. Donc, vous avez une capacité. Merci. On va remercier Sidi Mohamed Ali. Merci. Donc, il sera disponible en bas si vous voulez dédicace, quelques mots, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Comment arrêter ça?